السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتنا، قناة المعرفة للقصص والحكايات. حكايات نحكيها وقصص نرويها، وهدفنا إحياء الشغف وإعادة فن القصة والحكاية. لا تنسوا دعمنا بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس تشجيعا لنا بنقل المزيد إن شاء الله. وقصتنا لهذا اليوم بعنوان شهريار وشهرزاد، وهي قصة من كتاب ألف ليلة وليلة، وهو عبارة عن مجموعة من القصص والحكايات التي لا تخلو من الإثارة والتشويق. ضع السماعات واستمتع معنا. كان يا مكان في قديم الزمان، ولا يحلو الكلام إلا بذكر الرحمن والصلاة والسلام على النبي العدنان. قبل عدة سنوات كانت هناك مملكة امتدت من بلاد فارس إلى الصين، ثم عبرت حدود الصين إلى الهند. وصلت المملكة إلى ذروتها في ظل ملك طيب القلب وعادل. كان لهذا الملك ولدان أحب بعضهم كثيرا، وهما شهريار الابن الأكبر وشاه زمان. توفي الملك العجوز في سن الشيخوخة، وسرعان ما تولى شهريار حكم البلاد وأعلن أن شاه زمان هو ملك الأراضي العظيمة التي كانت منطقة من الإمبراطورية الفارسية. بعد ذلك تزوج السلطان شهريار من امرأة جميلة وجعلها سلطانة، وقام بتزيينها بأفضل المجوهرات الثمينة. وكان شهريار يحب زوجته كثيرا، ولكن بعد بضع سنوات علم السلطان شهريار أن زوجته كانت تخونه ولم تكن مخلصة له، على الرغم من أنه كان يحبها. حزن السلطان شهريار كثيرا وحكم على زوجته بالإعدام. اعتقد السلطان أن جميع نساء العالم خائنات، فقرر الانتقام منهن بطريقة قاسية. فكان كل يوم يتزوج فتاة جديدة ويقتلها في صباح اليوم التالي. كان وزير السلطان هو الذي يكلف بإعدام الفتيات، فكان الوزير حزينا جدا على حال السلطان وعلى حال الفتيات اللواتي يقتلن. ذات يوم قالت شهرزاد، وهي الابنة الكبرى للوزير، عناد السلطان وقساوته لا يحبها أحد. أعتقد أني يمكنني وضع حد لما يفعله السلطان. قال لها الوزير، عزيزتي، سيكون هذا رائعا، وستكون جميع النساء وحتى سكان المدينة ممتنين لك، ولكن كيف ستفعلين ذلك؟ ردت شهرزاد بالزواج من السلطان. شعر الوزير بصدمة كبيرة وقال لها، هذا مستحيل أن يحدث، فأنا لا يمكنني قتل ابنتي بيدي. فأصرت شهرزاد على قرارها، وبعد إلحاح شديد وافق الوزير، وكانت الدموع تغمر عينيه. في اليوم التالي ذهب الوزير إلى السلطان وأخبره أن ابنته تتمنى أن تكون زوجته. فوجئ السلطان، ولكنه وافق على الزواج، لأنه كان يعلم أن شهرزاد كانت فتاة جميلة جدا. وبالفعل تزوج السلطان شهريار من شهرزاد،
وفي ليلة الزفاف طلبت شهرزاد من والدها السماح لأختها دينازاد بمرافقتها إلى القصر الملكي. وفي الليلة قالت شهرزاد لأختها: أختي العزيزة، سأطلب من السلطان أن يسمح لك بالبقاء، ولكن يجب عليك أن تصحيني من النوم قبل الفجر وتطلبي مني أن أخبرك قصة. قالت دينازاد: ولكن كيف سينقذك ذلك؟ فقالت شهرزاد مبتسمة: انتظري وشاهدي. عندما جاء السلطان قالت شهرزاد له: جلالة الملك، الليلة هي الليلة الأخيرة في حياتي، أطلب منك أن تسمح لأختي دينازاد أن تنام معي الليلة. وافق السلطان، وفي وقت مبكر قبل الفجر قامت دينازاد بإيقاظ شهرزاد وقالت لها: أختي العزيزة، احكي لي قصة من القصص الرائعة التي تحكيها لي كل يوم. قال السلطان بغضب: قصة؟ قالت شهرزاد: نعم قصة، أعرف الكثير من القصص، أرجوك دعني أحكي قصة لأختي كآخر أمنية لي قبل أن أموت. وافق السلطان وسمح لها أن تروي قصة لأختها. بدأت شهرزاد تحكي القصة لأختها، واندمج السلطان في أحداث القصة. لم تنهي شهرزاد القصة وقالت لأختها: ستعرفين النهاية غدا. قام شهريار بتأجيل قتل شهرزاد لمعرفة نهاية القصة التي روتها لأختها. في اليوم التالي كانت شهرزاد في غرفة الملك شهريار بمفردها، ثم بدأت شهرزاد تروي القصص التي استمرت 1000 ليلة وليلة، وكانت القصص التي تحكيها مثيرة للاهتمام. فكانت شهرزاد تبدأ حكاية القصة في الفجر وتنهيها في اليوم التالي، وفي اليوم التالي كانت تنهي القصة القديمة وتبدأ قصة جديدة. وبالطبع كان الملك مشتاقا جدا لمعرفة نهاية القصص، ولذلك كان يؤجل قتلها يوما بعد يوم. واستمرت شهرزاد على هذا الحال أكثر من 1000 ليلة، حكت فيها أكثر من 264 قصة. وبعد أن انتهت شهرزاد من القصص عشقها السلطان وتراجع عن قتلها وجعلها ملكته.